يتشرف الآن سعادة السيد هشام بن محمد الجودب رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة بتقديم هدية تذكارية لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة.
سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، أولا شكرا لحرص سموكم الكريم لإتاحة الفرصة وإجراء مثل هذه المقابلة، وندعو الله العلي القدير أن يوفقكم ويوفق الجميع العاملين في مدينة شباب 2030 وتنظيمها، لأن يعني تكون هناك إن شاء الله بدايات خير وانفتاحات أكثر وأكثر. سمو الشيخ ناصر، لماذا حرص سموكم الكريم على رعاية مثل هذا الحفل وأيضا تكراره للسنة الثانية على التوالي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنا أشكر جميع الحضور لهذا المهرجان اللي فعلا يخص كل مشاريع الشباب من جميع النواحي اللي هي الأدبية والعلمية والفنية والإعلامية وكلها. طبعا احنا نشجع كل مشاريع الشباب ونتمنى لهم التوفيق وبندعم بما فيه صالح للشباب، والشكر طبعا موصول لمشاريع او دعم المشاريع اللي هي تمكين حضور سمو الشيخ حصة، وبعدين الجهد الموصول بعد للمؤسسة العامة للشباب والرياضة. الله يعطيكم العافية، والله يوفق الجميع إن شاء الله. سمو الشيخ ناصر، الفائدة الحقيقية المرجوة من شباب 2030، شو اللي تطمحون له في النهاية؟ طبعاً رؤية 2030 رؤية واضحة، وإن شاء الله نحن نسير في هذه الخطى اللي هي توافق مع مشاريع الإصلاح تحت راية سيدي جلالة الملك، وإن شاء الله إذا احنا واصلنا بما نحن عليه بدعم الشباب لأنهم هم وقود هذه الدولة، وإن شاء الله مستقبل البحرين. نعم. سموكم، هناك من يقول بأن الشباب في البحرين ليسوا جاهزين لأن يتحملوا المسؤولية، وذلك أنهم لاهين في أمور كثيرة ورفاهية معينة، وذلك لأن الدولة أو المملكة مضطرة وملزمة بتوفير مثل ما نقول الاحتياجات اللازمة، فرأيك في من يقول هذا الكلام؟ طبعا أوافق ولا أوافق في نفس الوقت، ولكن اللي علينا كحكومة ومملكة البحرين اللي هو تقديم وتوفير، وعلى الشباب اللي هو العطاء وبذل الجهد وليس الجلوس وانتظار الخير. طيب، أعجبتني فقرة قرأتها في كلمة تمكين الشريك الرئيسي، كنت أقرأ الكتيب في مدينة شباب 2030، الفقرة تقول، وما أدري إذا يتفق سموكم على هذا الكلام أم لا، تقول: لا يحتاج شبابنا أكثر من الثقة،
ولا يحتاجون أكثر من أن نعطيهم الفرصة كاملة، وأفضل ما يمكننا أن نستثمر فيه هي ذواتنا. فهل أنت مؤيد لهذه الكلمات؟ طبعاً أؤيد لهذه الكلمات، لأن هذه صريحة العبارة وهذا الواقع، وليس أن احنا فقط نحاول أن نقضي أو أن احنا نكفي لوازم الشباب وفي نظرة قصيرة المدى، ولكن إذا يتعب اليوم يفرح في النهاية ويأسس نفسه صحيح في المستقبل. سموكم يعني بالأيام الثلاث الماضية كنتم مشغولين وداعمين رئيسيين لمؤتمر الحوار والتفاهم، واليوم مدينة 2030، فالهدف اللي أنت سموكم تريدون أن اللي تصبون إليه أنكم توصلون له من 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 فوائد تحققها للشباب أو من تمكين الشباب نفسهم؟ طبعاً الأمور واضحة، تشوف المشاريع واضحة، تهدف إلى دعم الشباب وإلى تشجيع الشباب وإلى إن شاء الله أن احنا في المستقبل ما نخاف على مستقبل شبابنا اللي هم اليوم، نحاول نأسسهم، نعلمهم كيف الواحد يأسس نفسه، ونربط الصلة أو الوحدة الوطنية مع الوحدة الخليجية، فإن شاء الله أن مستقبلنا بيكون طيب. هل ممكن نقول في سؤال أخير أنه آن الأوان لأن يتسلح الشباب بسلاح العلم والثقافة والمعرفة والسياسة والإعلام لكي يتقدموا لشغر مناصب معينة في هذا البلد؟ وهل الدولة الآن تهيئ مثل هذه الفرص للشباب لأن يعني يستثمر فيهم؟ طبعاً الدولة تبحث عن المواهب، تبحث عن شهادة العلم، وتبحث عن الشاب الطموح اللي هو فعلاً اللي يستيقظ من النوم عارف إيش جدوله، عارف إيش مقصده في المستقبل، وليس شخص من غير طموح. فإحنا نتمنى من الجميع أن يكون ذو طموح، وإذا إحنا فعلاً نشوف هالحضور فندري أن هناك شباب يطمح لمستقبل أفضل، وإن شاء الله أنه يضمن مستقبله ما دام هذه المشاريع تحت القيادة الرشيدة. عجبتني كلمة قلتوها سموكم في مؤتمر الحوار والتفاهم بأن أنت من المطالبين للشباب بأن يسعوا ولا يبحثوا عن من يقدم لهم كثر ما هم يقدمون ويسعون بشكل إيجابي لأن يحصلوا على ما يريدون من ناحية الطموح والمثابرة. فممكن بس تعلق شوية أفضل بطريقة أكمل الله يخليك. طبعاً لابد أنك أنت تسعى للخير، لأن إذا جلست مكانك وانتظرت الخير يأتيك ما راح تحصل عليه. هذه تجربة طبعاً ما قد حصلت في العالم كلها، أن الشخص يجلس مكانه وينمو أو أنه يتقدم في مسيرة الحياة. اتعب، ابحث، ثابر مرة ثانية، والفرصة الأولى إذا ما اتيحت لك ابحث عن الفرصة الثانية يمكن أنك تكون أفضل فيها. فدائماً الحياة هي معركة، دائماً الحياة هي مثابرة والبحث عن المصلحة والبحث عن المستقبل اللي هو فعلاً راح يرسخ قواعدي وأساسي لمستقبلي ولمستقبل الأبناء والأجيال القادمة إن شاء الله. يعطيك العافية يعني سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، يعطيك ألف عافية وحرصكم الدائم لدعم الشباب، وأنت قائد الشباب في البحرين، فألف شكر وتحية تقدير من الجميع ونيابة عن الجميع أيضا. مشكور. شكراً. في النهاية نشكر سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة على تفضله بافتتاح مدينة شباب 2030.